لو حضرتك أم وعندك طفل أقل من سنة، فالفيديو ده من أهم الفيديوهات اللي ممكن تشوفيها، وده لأن في حاجة غريبة أنا شفتها في الشغل في المستشفى وكان لازم أقولها لحضراتكم قبل حتى ما أغير هدومي، وأتمنى إن حضرتك تشارك الفيديو يمكن أي حد يستفاد منه. ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن ألاقي أم داخلة وشايلة طفلها معاها تقريبا أقل من السنة، يعني تقريبا 10 شهور، وماسك في إيده شوكولاتة من دي عمال بياكل وبيلحس فيها. والحقيقة إن دي مشكلة كبيرة جدا، وإن كانت مشكلة للطفل اللي هو أكبر من سنة حتى ممكن تكون مشكلة للناس الكبيرة علشان كمية السكريات والدهون المشبعة والمواد الحافظة وغيرها، لكن الحاجات دي للطفل قبل سن السنة ممنوع منعا باتا، وما ينفعش يأكلها بأي حال من الأحوال لأن جسمه مش هيستحمل أي حاجة من الحاجات دي. ده ممنوع إن الطفل يأكل السكر نفسه، أي حاجة فيها سكر ممنوع يأكلها قبل سن سنة، ما بالك لو حاجة فيها سكريات بالكمية دي ومليانة دهون وفيها مواد حافظة وغيره. صدقيني انت كده كأم بتدمري جسمه بدري بدري، مش علشان هو بيسكت لما تديها له وهو بيستطعمها تأكلها له كتير، فياريت تاخدي بالك من الموضوع ده لأن صدقيني مفيش أغلى من ولادك تخافي عليهم.